يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا في الصباح الباكر طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بطبيعة الحال. محافظة القاهرة العظمى فيها 30، الصغرى فيها 17 جو حار، الأسكندرية 25-16، مطروح 23-13، بورسعيد 25-18، الإسماعيلية 30-16. أما محافظة السويس العظمى فيها 29، الصغرى فيها 17، العريش 24-17، طابة 28-21، شرم الشيخ 32-25، الغردقة 31-23. محافظة الأقصر العظمى فيها 37، الصغرى 22، أسوان 37-22، أيضا الوادي الجديد 34-21، شلاتين 32-23، أما حلايب 28 هي العظمى والصغرى 24. والآن نستعرض وإياكم درجة الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.